كان بنو إسرائيل قد خرجوا لتوهم من تحت حكم فرعون وعبروا البحر، وإذا بنبي الله موسى يخبر بني إسرائيل أنه ذاهب إلى ميقات الله واستلام التوراة. وإذا بهذه الأمة الجديدة تمتحن امتحاناً شديداً يرتد على إثره الأعم الأغلب منهم، فما الذي حدث؟ حدد النبي موسى مدة غيابه عن قومه 30 يوماً، وبعد أن أخر الله له المدة إلى تمام 40 استبطأه بنو إسرائيل. وإذا بأحد أصحاب النبي موسى ذكره القرآن بالسامري يغتنم غيبة النبي موسى ويضل بني إسرائيل. لقد صنع لهم عجلاً قائلاً لهم: هذا إلهكم وإله موسى. وإذا بالكوامن الدفينة تتحرك والمجال يفسح أمام القوى التي في قلبها مرض أو شك أو ريب، وإذ بالأغلب الأعم من بني إسرائيل يرتدون ويعبدون العجل. لقد فسحت غيبة النبي موسى المجال لامتحان قومه وليظهر كل على حقيقته. وفي عصرنا الحاضر، عصر العولمة والانفتاح، يستغل سامريو العصر غيبة الإمام المهدي ليضل الناس. عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر القاظم عليه السلام أنه قال: إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم، لا يزيلكم عنها أحد. يا بني، إنه لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به، إنما هي محنة من الله عز وجل امتحن بها خلقه.